يا اهلا وسهلا، كيف نتوما؟ مزيانين، احوالكم طيبه، كل شيء بخير. مرحبا بكم معايا في لوك جديد. هذا النهار هذا هو واحد النهار اللي هو مميز، اللي غادي نحضر فيه العرس ديال واحد الانسانه غاليه على قلبي كيف ما هي غاليه على قلوب العائله ديالي. من هذا المنبر كنبغي نقول لا زواج مبروك بالرفاء والبنين ان شاء الله. ان شاء الله تكون هاد السنه فاتحه خير عليك، وسيدي ربي يحقق لك كل ما فنويتك. كنتمنى لك كل السعاده سواء في حياتك المهنيه او في حياتك الزوجيه. اذا بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو الفلوق ديال اليوم. الى عجبكم ما تنسوش انكم تدعموني بلا لايك، باش كومسا لا فيديو تطلع في محرك البحث. اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات، باش كومسا ملي ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول وحدين كتوصلوا به. اذا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. قبل ما غادي نمشي نوجد راسي، غادي ندخل الكوزينه فيت في باش نوجد شي حاجه ما ناكل. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا عندي اللحم ديال العجل، غادي نضيف له البصله، زيت المائده، البهارات. دونك هاد الساشيه هادي كنت خديتها من سوبر مارشي كدعم 10 درهم، مكتوبه فيها طاجين اللحم. دونك هادي كنستعملها للمره الثانيه. اللحم الصراحه كتجي لذيذه بزاف، اما المرقه بلا ما نعاود لكم كتجي بنينه 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 بنينه. غادي نضيف جوج ديال الطماط ديال البكري، وغادي نحك شويه ديال التويمه. غادي نخلي اللحم هيدا في الشرموله حتى تشرمل مزيان لمده 5 ديال الدقائق. من بعد غادي نعملها في طنجره الهوائيه، غادي نضيف الماء حتى تغطى اللحم، وغادي نخلي اللحم طيب لمده 22 دقيقه. فهانتوما معايا؟ دونك هنايا كيف ما كتشوفوا عندي الخضيره، اختاريت اللفت والقراح حيت هما الخضروات اللي عزازين عليا، وبالخصوص كيعجبني انني نخضر بهم الحيمه. دونك غادي نقشرو، غادي نقطعهم، من بعد غادي نضيفهم على الحيمه ديالي، باش غادي نخلي كل شيء يطيب مع بعض. في الوقت اللي كطيب فيه اللحم غادي ندوز مباشره باش غادي نغسل هاد القشيعات هادو بالزربه، وغادي نرد كل حاجه لبلاصتها، باش ملي غادي طيب الغديوه ديالي غادي نجلس باش نتغدى. غادي نوض نغسل سنينات ديالي باش غادي نبدا معكم التجهيزات ديال العرس. انا جبرتوني دابا عاد عيطت لي خالتي هادي شي 5 دقائق، قالت لي هند نتلاقاو حدا الباب العماره ديالك مع 3 ديال العشيه. دونك نبغيها ملي توصل جبرني واجده وناضيه باش غادي نمشيو مباشره للحفل. We'll be right back.
دابا غادي ندوز باش غادي نبارطاجي معكم اللبسه ديالي اللي غادي نحضر بها. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا في الصوره، القفيطن في اللون حمامي بارد مخدوم بالذهبي ومزوق بزاف ديال الالوان. الصراحه القفيطن مزيون متول وثقيل، على داكشي باش انا خديت معاها التصميطه هذه اللي خفيفه. من بعد شوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي هيداك ملبوس، الصراحه مزيون بزاف، انا عجبني. دونك بالنسبه للناس اللي غادي تسقسيني منين كريت هذا القفطان هذا، دونك كريته من عند مصطفى العرايس اللي كاين في تطوان، دونك الساكنه ديال مدينه تطوان راه عارفينو فين جا. دونك بالنسبه للثمن اللي كريت به هذا القفطان هو 25 الف فرانك. دونك كاين جوج بنيتات خدامين مع هذا مصطفى العرايس، خلود وكوثر. غادي نخلي لكم النوامر ديالهم في صندوق الوصف، اي حاجه بغيتوها مشيو عندهم، الصراحه المعامله ديالهم توب. الوغ بالنسبه للصباط والصا كيف ما كتشوفوا هنايا في الصوره، اختاريت هاد الصنيديله هادي اللي جا شويوش الطاكون ديالها عالي ولو ستيل سامبل وفي نفس الوقت مريحه ومنفسه. خديت معاها التسويك هذا حتى هو في اللون الاصفر، وصاير داير بهاد العقيقات هادو بويض. دونك هادو كانت شراتهم لماما، ربي يخليها لي وربي يخلي لكم جميع الامهات ديالكم. دونك بالنسبه للناس اللي غادي تسقسيني على الثمن ديال الصنداله والصباط، صراحه ما بقيتش عاقله على الثمن ديالو. بالنسبه لي زاكسيسوار، دونك اختاريت هاد لي بوكل دوغي اللي الشكل ديالهم بحال الشكل ديال القويقات اللي عندي في سويك صفار ديالي. كذلك بالنسبه للمشبكات حتى هما نفس الشكل لكن من الحجم الصغير الا بغيت نجمع الشيوار ديالي باش يجي داكشي متناسق. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للميك اب، غادي نابليكي هاد الريسي هذا اللي لا مارك ديالو كيف ما كتشاهدوا في الصوره كولاجين. غادي نابليكي لا كريم نيفيا، عاد ديك الساعه غادي نابليكي هاد لا كريم بيبي اللي كنت خديتها من عند عبد الغني اللي المحل ديالو موجود في القيصريه ديال الحمامه، والثمن ديالها 35 درهم. بالنسبه للريحه غادي نابليكي هاد الريحه هادي اللي لودور ديالها شويه خفيف حيت لي بارفان اللي الريحه ديالهم قويه ما كيعجبونيش. بالنسبه للاسم ديال هاد لو بارفان ما بقيتش عاقله عليه حيت الباكاجين ديالها كنت سيبته، كنت خديتها ايضا حتى هي من عند عبد الغني اللي عنده المحل في القيصريه ديال الحمامه، والثمن ديالها 15 درهم. Oh,
النهايه ديال هذا لو فلوغ، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا فيه. ما تنسوش انكم تدعموني بلا لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع اكبر عدد ديال الناس. الصراحه العرس داز واعر بزاف، نشطنا ضحكنا زهرتنا مع الحبيبه والغاليه على قلوبنا كاملين. كنتمنى لها كل التوفيق، وكنتمنى لها الحياة السعيدة المليئة بالأفراح والمسرات، وسيدي ربي يحقق لها كل ما كتمنى. بالنسبة أيضا للمكلة الصراحة الديدة وبنينة، عطى الله الصحة الناس اللي طيبوا. نتلقاكم بإذن الله تعالى في فلوغ جديد. تهلاو ليا فراسكم، بسلام عليكم.